اللي انت شايفه قدامك ده كيس كوفيميكس. طيب تعالوا نفتح الكيس مع بعض. عشان بس انا لقيت في الاكياس اللي قبل منه حاجات غريبة، خلينا من الوش احسن. ركز بس شوف اللي هينزل من الكيس. ده تاريخ الإنتاج، أعتقد إن كده التاريخ واضح. الكيس أهو. طيب تعالوا كده مع بعض بمعلقة مثلا صغيرة أو بلاش، بس نشوف ال لا انا ما اعرفش ده ايه، ده برضو فيه قطعة تانية. حتى اللون بتاعه غريب، مش لون الكوفي ميكس العادي برضو، عشان يعني نكون في الصورة بس. ونصيحة يعني اي حد بيشرب كوفي ميكس بطل، انا واحد من الناس، انا هبطل اشتري كوفي ميكس تاني خلاص، لان ما عادش في حاجة مضمونة النهاردة صراحة. شكلها مبطل نشتري كل حاجة هنا في حاجة. ايوه هي في هنا حاجة، بس هي فين؟ مش أيوة لازم نطلع القطع اللي هي اللي معرفش بقى ده صحي ده بلاوي ما، بس اللي أنا أعرفه إن ده فاسد. وطبعا ما تستغربوش ان انا كده عارف ان اللي هيطلع منه بلاوي زي كده، لان طبعا خلنا زي ما احنا شايفين، عشان بس نكون ايه العمل واضح. طبعا ده مش اول كيس ان انا الاقي فيه الاسلوب ده، طبعا انا جايب علبة كاملة زي ما كنتوا شايفين. وده اللي طالع منه نسند بقى يعني احنا مش عارفين بصراحة هي عبارة عن ايه. هذا الكوفاكس اللي احنا نروح نشتريه.
وده مش اول كيس يبقى بالشكل ده يا جماعة. اعتقد ان كده ان العملية يعني حرام بصراحة. اللون بتاعه يعني زي ما انتوا شايفين لون غريب الشكل. نصيحة لوجه الله، يعني أي حد يفكر يشتري كوفي ميكس، نصيحة لوجه الله، يعني لو بتفكر تشتري ما تشتريش لوجه الله. لو عندك أطفال، عندك أولاد، عندك أي حد بيشربه، أو أنت شخصيا، إحنا ما نضمنش ده إيه، بس هو اللي نعرفه إن الكيس ده الكوفي ميكس ده فاسد ومتعتع بيته تاني، ده اللي أنا أقدر أقوله. انا بقدم لوجه الله نصيحة مش اكتر، وحسبي الله ونعم الوكيل. فكل اللي بيفكر يضر الناس، وكل اللي بيفكر يضر اي حد بالشكل الوسخ ده، يعني حسبي الله ونعم الوكيل والله.